بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدين الكرام، مستمعين الأفاضل، أيها الحضور الكريم، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. أهلا وسهلا بكم في مضمار المعرفة، ويوم جديد تتجدد معه مسابقة مضمار المعرفة، ونبتدي اليوم أولى جولات مرحلة النخبة. هذه المرحلة اللي راح تنافسون فيها بشكل فردي كل المنتسبين وإلى مؤسسات وهيئات الشارقة الحكومية. أتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. طبعا راح يتنافسون على جائزة 50,000، وراح ناخذ أفضل 10 فائزين بمعدل الدرجات، كل فائز راح ياخذ 5,000 درهم. نعم. أما بالنسبة للفرق اللي تأهلت معنا للمرحلة الأخيرة، 3 فرق عندهم فترة راحة إلى أن نبدأ معهم المباراة النهائية إن شاء الله في الفترة القريبة على حسب الجدول المعد، وطبعا نتمنى للجميع دائما الحظ الأوفر ونتمنى لهم التوفيق. نعتبرها يعني فترة كأنه معسكر. نعم، فترة راحة يذاكرون. نعم نعم. فقبل ما نبتدي أولى جولات برنامج أو مرحلة النخبة، نقول سؤال رسالة نصية القصيرة لليوم، وسؤالنا يقول: متى تأسست جمعية المسرحيين بإمارة الشارقة؟ في العام في عفوا في مايو 94 ولا مايو 2000؟ والإجابة على 6688. عندنا جائزتين، قيمة كل جائزة 500 درهم مقدمة من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وفالكم الفوز. إذن في هذه الأثناء مشاهدينا مستمعينا الكرام، أيها الحضور الكريم، أيضا نحب نشكر جامعة الشارقة، ونحن موجودين في القاعة جامعة الشارقة، كل الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور حميد نجوى النعيمي مدير الجامعة، وأيضا أعضاء هيئة التدريس الموجودين في هذه الجامعة اللي أتاحت الفرصة لنا للتواجد في هذا المكان. قاعة الزهري نحن متواجدين فيها، واللي حاب أيضا يشاركنا من الجمهور الكريم حياه الله. نعم، نبتدي محمد؟ نبدأ. نعم، نرحب بمشاركين معانا لليوم في أولى جولات مرحلة النخبة. تفضلوا. إذن مرحلة النخبة في هذه الأثناء، وبعض المعلومات اللي خاصة بهذه المرحلة. مرحلة النخبة مسابقات فردية سهلة جدا، تختار الرقم اللي حاب أنك أنت تنسأل فيه، الأرقام تطلع على الشاشة، الإجابة الصحيحة عليها 10 نقاط، الإجابة غير الصحيحة ناقص علامة، ناقص نقطة. عدد الأسئلة اليوم تقريبا بين 4 إلى 6 أسئلة، وبالتالي ينطبق هذا الرقم على باقي المتسابقين حتى نهاية كل الجولات. مستعدين شباب؟ زين زين. طبعا نرحب الحين بالمشاركين معانا اليوم في أولى الجولات مرحلة النخبة، وعدنا على يساري أنا الأخ طلحة علي، أهلا وسهلا فيك، والدكتور ضياء الدين حامد، أهلا بيك، أهلا وسهلا فيك، حياكم الله. ونبدأ من الفريق المقابل لي، نبدأ بالأستاذ عادل العمودي من نادي الشارقة للفروسية، حياك الله ويانا أخوي عادل. ما أسمعك. الله يسلمك. الله يحفظك. عادل، كيف أمورك؟ أنت يوم تكون بروحك أحسن ولا ويا الفريق؟ والله أكيد شكله مفتقد. بتطلع الموهبة اليوم. اليوم بنشوف. مفتقد مكرم. نعم. وأيضا معنا فضيلة الشيخ علي محمد عبد الدايم من دائرة الشؤون الإسلامية، حياك الله ويانا اليوم. بارك الله، بارك الله فيك. الله يقويك إن شاء الله، حياكم الله. والدكتور خالد مقلد من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية رواد، دكتور حياك الله ويانا مرة ثانية. أهلا وسهلا بيك. حياكم الله، فرصة سعيدة، ونبدأ وياكم اليوم وتستاهلون إن شاء الله كل خير، نتمنى لكم الفوز. نعم. محمد شاركني الرأي، ما إذا نبتدي بالترتيب. على راحة الشباب، ترتيبكم بين الشباب الصوب الثاني وتوحد. دكتور موافق، نبتدي بالترتيب من اليمين، من يميني أنا لحد ما نوصل للدكتور ضياء. اتفقنا؟ توقع الله. متفقين؟ بسم الله نبتدي. عندك عبد الله؟ أخوي عادل تفضل، اختار رقم. رقم 8. رقم 8. سؤال رقم 8، شباب انتبهوا على الـ على الـ على اللوحة، نتأكد بأن الأسئلة تكون واضحة للجميع. سؤال رقم 1، والسؤال يقول: في أي دولة أوروبية يوجد برج بيتزا؟ في إيطاليا. في إيطاليا أم في بريطانيا؟ ويبدأ العد التنازلي الآن. في إيطاليا. في إيطاليا. في إيطاليا. ما يبالك قوة، سؤال سهل ومعروف. تأكل بيتزا؟
باكل بيتزا. نعم. من إيطاليا ولا من وين؟ من ولا من البيت من الفرن؟ بالطريقة الإيطالية ولا الطريقة الأمريكية؟ داخل البيت خارج البيت. كل مكان. سبحان الله سهولة البيتزا صارت اليوم عندنا موجودة ومتاحة وتسويها في أي وقت. إذا في إيطاليا والإجابة صحيحة. أي. استاذ. استاذ. إذا الآن أستاذ عادل ربح معنا 10 نقاط. نعم نعم. والحين مع الشيخ علي محمد عبد الدايم اختار رقم 99. جيد. ما فيش 99. هو موجود هذا الرقم. 80. عندنا شيخ عندنا لين 80 وإذا تستخدم اللاقط بيكون أفضل. اختار رقم واحد. رقم واحد. من 99 إلى 1. نعم. زين شوف السؤال رقم واحد. علي محمد عبد الدايم السؤال يقول: كم عدد المربعات في رقعة الشطرنج؟ 64 ولا 46 ويبدأ التوقيت؟ عدد المربعات وباقي 9 ثواني. 64 ولا 46؟ لا لا الشطرنج 64. 64. 64. وفي تشاور ولا دكتور شو عفوا يا عبد دايم شو قلت لي؟ انا بديت اني العب الشطرنج. ما تلعب الشطرنج تقريبا كذا اظن 64. تخمين. تخمين. اجابتك صحيحه الحمد لله. حي استاذ. حي استاذ. 88 صح؟ بعد مضبوط. 88. عبد الله هذا الترتيب لازم نغيره عقب شوي. احس شيء احسن تغير بس هالمره اول لفه خليها بالطريقه بعدين نرجع شيء واحد بواحد افضل. لان الاسئله سهله فانا ممكن اختار نفس الاسئله. اختار واحد فقط عشان الترتيب. يلا تفضل. اخذ 7. اخذ 7. 7 مره واحده ولا متقسمين مره واحده؟ لا وزن. يلا زين ناخذ 7. اعطي الدكتور 7 يستاهل. سؤال رقم 7. سؤال يقول: في اي دوله عربيه توجد مدينه البتراء الاثريه؟ الاردن. في فلسطين ام في الأردن؟ الأردن. في الأردن. عندك وقت يمكن تغير رأيك. ممكن أخذ الاثنين. هو بيشوش عليك. إذن الأردن والإجابة الإجابة صحيحة. استاذ حبي يشوش عليك محمد. ها دكتور. هو اليوم ده في المقابل يعني أنا هربان منه جاي هنا يوم هو يغير مكان. ما كان متعمد طبعا بس انا بتبشر قبل ما نعرف مكانك وين. صح. تخيل كنت لا اذا كنت واقف هناك بسالك وبوقف عندك بعد يعني بس يعني بهالطريقه احسن يكون في مكان. طبعا عند الاخ طلحه. ان شاء الله رقم 4. رقم 4. السؤال رقم 4 لطلحه يقول: ما هو ترتيب إمارة الشارقة من حيث المساحة في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ الثالثة أم الثانية ويبدأ التوقيت؟ الثانية إن شاء الله. الثانية؟ ثبت؟ ثبت إن شاء الله. جواب نهائي عندك وقت. ترتيب إمارة الشارقة من حيث المساحة في دولة الإمارات؟ الثانية في المساحة. الثانية في المساحة. بعد؟ أبوظبي. بعد أبوظبي. ترتيب إمارة الشارقة حسب المساحة هي الثالثة بعد إمارة أبوظبي وإمارة دبي. وإجابتك غير صحيحة. الحي ما عليه يعوض إن شاء الله. السؤال التالي 10. رقم 10. 10. سؤال رقم 10. والسؤال رقم 10 يقول: بما تلقب شبه جزيرة سيناء المصرية؟ أرض الحضارات أم أرض الفيروز؟ إن شاء الله أرض الفيروز. الأسئلة ما كانت موجودة مع أيام الفرق. أرض الفيروز. انتهى الوقت. 4 ثواني. أرض الفيروز الإجابة صحيحة. حيث
انت جاي طاهر قاعد جمهور معك صح؟ جمهورك معك دكتور ضياء 78 78 مواليدك 78 العمر كله ان شاء الله. السؤال رقم 78 للدكتور ضياء يقول شو يقول السؤال؟ كم عدد ألوان قوس قزح؟ ست ألوان أم سبع ألوان ويبدأ التوقيت؟ سبع ألوان إن شاء الله. سبع ألوان إجابة نهائية. إجابة نهائية. إجابة نهائية. عدد ألوان قوس قزح باقي 10 ثواني. سبع ألوان إجابتك صحيحة. هاي ممتاز. الآن نختار سؤال بسؤال. نعم. يعني مرة عند الشباب فريقكم مرة فريق عادل. نعم. 18 سؤال رقم 18 والسؤال رقم 18 يقول يتكون علم أوكرانيا من لونين هما الأحمر والأصفر ولا الأزرق والأصفر. علم أوكرانيا الأزرق والأصفر. الأزرق والأصفر. علم أوكرانيا أزرق وأصفر بس مش أحمر وأصفر. أزرق وأصفر. متأكد؟ إحساس. إحساس. نشوف الإضاءة. استاذ حييك. نعم ممتاز. هنا تفضل دكتور. 34 34 34 والسؤال للدكتور ضياء الدين يقول سؤال يقول كم عدد الأحجار لكل لاعب في لعبة الطاولة؟ 15 حجر ولا 17 حجر؟ 15 15 حجر. محترف طاولة. محترف طاولة ها؟ 15 15 حجر ولا 17 حجر؟ 17 15 محترف يقول لك ها؟ عطنا اسماء الحجار وهذا شيش وبيش شيش اللي هو الستة. ايه؟ بيش 5 ايه؟ جوهار 4 جوهار سي 3 2 الياك 1 وانت اجابتك هاي ليش يقولون في يقولون دبش شو الدبش؟ 5 ب 5 5 ب 5 دبش دش 6 ب 6 والشو 6 ب 6 شو؟ دش 6 على 6 مثل النظر يعني وانت اجابتك 6 على 6 تستاهل اجابته صحيحه. الان السؤال ل فضيلة الشيخ علي محمد عبد الدايه دار الشؤون الاسلامي يختار رقم 63 نعم 63 63 63 والسؤال رقم 63 يقول اسم نادية شو يعني؟ الأمل أم بياض الثلج؟ نادية بياض الثلج. بياض الثلج عندنا وقت ما قلنا 15 ثانية. نادية ما في حد تشاور معه تشاور مع نفسك. باقي لنا 5 ثواني دكتور الشيخ نثبت. بياض الثلج. بياض الثلج. بياض الثلج. نادية بمعنى بياض الثلج. في حد من الناس يكتب نادية نون ألف يا ألف دال يا ألف ولكن الأصح في اللغة نعم بالتاء المربوطة نادية مش نادية. نعم. نادية من الندية من العطاء من الأمل من هذه الأشياء الجميلة والتفاؤل عشان تدل لأن إذا كتبت بالألف ما يكون لها معنى أو المعنى ما يكون مكتمل صحيح لكن لما تكون بالتاء المربوطة تكون أفضل يحضر المعنى. تبغي ماي شيش بيشة موجود بعد قلبي سيد محمد
أنا يوم النرد واحد طلع برا والثاني موجود داخل الطاولة. لاعب ستات قوية لازم. الإجابة غير صحيحة. نادية تاء مربوطة بمعنى الأمل. على فكرة نفس المعنى ترى في أوكرانيا في هذا الاسم، في روسيا في هذا الاسم، باللغة العربية في هذا الاسم، في أكثر من دولة وكلهم يحملون تقريبا يعني إذا مش غلطان نفس المعنى. نفس المعنى. نعم. محمد تحسين من هيئة مطار الشارقة. 77. 77. رقم 77. سؤال رقم 77 لمحمد تحسين من هيئة مطار الشارقة الدولي يقول: الإمام الأعظم هو لقب أحمد بن حنبل أم أبو حنيفة النعمان؟ ويبدأ التوقيت. الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان ولا أحمد بن حنبل؟ ثمان ثواني. أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل الإمام الأعظم. هذا لقب أحمد بن حنبل. وليس أبو حنيفة النعمان. إجابتك غير صحيح. حيي. الآن الموضوع يعني ما في يعني حتى لو كانت إجابة واحدة غير صحيحة في النهاية بنختار 10 من 60 تقريبا، والنسبة فيها ما يقارب 14-15% نسبة الاختيار، وبالتالي نسبة الاختيار عالية بالنسبة للمشاركين. تمام؟ ممتاز. فنحاول ما نخطأ أكثر من أكثر، إذا أخطأنا ما نزيد الأخطاء، نثبت وإن شاء الله تكون إجاباته صحيحة. دكتور تفضل. دكتور 21. نعم 21. رقم 21 والسؤال رقم 21 يقول: المزماه في اللهجة المحلية كيس متوسط للهبات، آسف مش للهبات، للهبات ولا اسم آلة موسيقية؟ المزمات. سؤال الدبش. كيس متوسط للهبات أم اسم آلة موسيقية؟ المزمات. والله بالإحساس كده أخذ اسم آلة موسيقية. اسم آلة موسيقية. نثبت. ثبتنا. اسم آلة موسيقية المزمات. كيف شكلها هاي الآلة دكتور؟ لا ما أعرفش والله، أنا ربطت ما بين المزماه والآلة الموسيقية يعني بدون علم. غلط؟ ما أدري. طب نطلع طلع اللون. المزمات. قلت لي اسم المزمار وهل اسم المزمار ممكن يسمونها المزمار، لكن عندنا نحن يسمونها الزامور. شو رايكم شباب؟ ولا تعالوا اليوم مو فريق واحد، كل واحد بروحه. فالمزمات اسم آلة موسيقية حسب ادعاء الدكتور طبعا، ولكن هذه المزمات قبل يوم كان عندهم بما يسمى التحميدة أو التومينة. التومينة كان السؤال عندكم أنتوا؟ عندكم أنتوا كان السؤال صح؟ وانتوا اخترتوا ال ال العونية العانية صح؟ اي نعم. فهذا كيس يحمله كان حافظ القرآن ويطوف فيه في البيوت، فيعطونه هبات مثل الهبات اللي يعطون يعني تحفيز وتكريم وكذا. نعم. فالمزمار كيس متوسط الحجم للهبات وليست آلة موسيقية للأسف. أي دكتور؟ معك. نعم. اختار رقم دكتور.
عفوا طلحه 43 43 43 والسؤال لطلحه علي من هيئه الشارقه الصحيه يقول تشوف من الذي قام بفك الرموز الهيروغليفيه جاك شامبليون ولا كريستوفر ليونارد يبدا التوقيت الرموز الهيروغليفيه في اثار الحضاره المصريه الحضارة المصرية بتوع الأثار إن شاء الله نقول كريستوفر ليونارد. كريستوفر ليونارد ثبتنا على كريستوفر ليونارد الرموز الهيروغليفية. فضيلة الشيخ أنت عندك أحس في رأي عندك شو رأيك؟ نسمع على الميكروفون لو تكرمت. أيوه متأكد منه 100% جاك شامبليون. جاك شامبليون 100% شامبليون هو اللي فك رموز الهيروغليفية. رموز حجر رشيد. حجر رشيد نعم. انتم ما شاء الله عليكم أعطيكم كله في المدرسة هذا كان في المنهج. في المنهج كان ده المنهج كلكم في المنهج واخذينه. والمنهج صح؟ المنهج صح؟ بس هو فكاه ازاي الحكايه؟ فكاه ازاي؟ هو فكاه مش مباشره هو فكاه بالمقارنه لان الحجر الرشيد كان مكتوب بلغتين نعم اللغه الاغريقيه واللغه الهيروغليفيه نعم فحول اللغه الهيروغليفيه لاغريقيه وبعدين من الاغريقيه للغه الانجليزيه المهم انه فكاها بلغتين فكاها بطريقه الهيروغليفيه في شارع مشهور عندكم بعد في مصر باسم الشامبليون شو يبيع الدكتور هالشارع؟ ده قطع غيار وفي كشري وفي يلا تفضل يعني الرجل تعنى وفك رموز الهيروغليفية وحطوا اسمه على شارع يبيع كشري وقطع غيار يكون فيه كشري صحيح بدال ما يكون شارع فيه تحف وانتيكات وهدايا المراكلة لا بس جميل حلو جميل والمنهج صح جميل جميل لكن إجابة أخونا طلحة غير صحيحة حي معك السؤال الآن عند كنا عادل 28 رقم 8 وعشرين ميدان اسمه تايمز سكوير موجود في ولاية من ولايات أمريكا هل موجود في كاليفورنيا ولا موجود في نيويورك ويبدأ العد التنازلي الآن في نيويورك نيويورك تايم سكوير يحطون دعايات وفي شاشة كبيرة صح؟ حتى نتذكر أن في عام زايد كانت دعاية الموجودة في تايم سكوير عن عام زايد رح نطلع عليه الماراثون كان بعد نعم وفي أيضا في يسمونها أعتقد أن في مسابقة أو في مدينة نيويورك نفسها أصلا باسم الشيخ زايد اسم ماراثون زايد اي نعم نعم ماراثون زايد السنوية نعم كاليفورنيا نيويورك عفوا متأكد ان شاء الله مو متأكد انت لكن خيال لا احساس احساس من اول ما لقى من الحين تمشي على احساسك ما شاء الله عليك امورك طيب ممتاز استاذ تعال استاذ نعم لا بس ترى ما يمشي دوم على الاحساس لا لا هو لان انا شايف كتاب ويا جاي مال معلومات عامه ما شاء الله كتاب الكبر ما بو يا ابن الشيخ علي يا ابن الشيخ طلع بالي لان شفت حذالك مساح من يوم من بدايه البرنامج ما شاء الله عليه ويقرا من هالاسئله نعم ابغى اقول له الكتاب ما يخصه باسئلتنا لكن اقول معلومات عامه ويستفيد يعني نذكر بسؤال الرسائل النصيه القصيره لليوم وسؤالنا اليوم يقول متى تم افتتاح او متى تاسست جمعيه المسرحيين باماره الشارقه في العام أو في مايو 94 ولا مايو 2000 والإجابة على 6688 جائزتين قيمة كل جائزة 500 درهم مقدمة من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ودكتور ضياء رقم 4 إن شاء الله انزل رقم 4 إن شاء الله 4 4 بانتظار السؤال رقم 4 ولكن فاصل قصير ونرجع لكم
ورجعنا لكم مستمعينا مشاهدينا الكرام من جديد. والدور الحين عند الدكتور ضياء، واختار رقم 4 على لوحة الأرقام للأسئلة، ونشوف السؤال رقم 4 شو يقول. سؤال رقم 4 للدكتور ضياء من دار الخدمات الاجتماعية يقول، وينك يا السؤال؟ وصل السؤال. لغز دب منفوخ في البحر مطروح، خدمته في ديه مثل قتل الروح، شراء ولا القرقور؟ يبدأ التوقيت. دب منفوخ في البحر مطروح، خدمته في ديه مثل قتل الروح، شراء ولا القرقور؟ الشراء إن شاء الله. الشراء، هذه إجابتك. الشراء. الشراء. باقي 5 ثواني. ثبت. ثبت على الشراع. دب منفوخ في البحر مطروح، خدمته في يديه مثل جتل الروح، يعني يجتل شيء هو، بس شو الروح هاي اللي يجتلها؟ توقع الشراع يقتل شيء؟ يقتل مركب كله. والشراع دب. دب ممكن. يمكن ينفخ اذا فيه هو. اذا 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 تي سايبه ينفخه. لكن في البحر مطروح. مطروح. في البحر داخل. في البحر، مو على البحر. في البحر مطروح. انا اسمه. تعرف شكل القرقور؟ ما تعرف شكل القرقور؟ دبي ولا القرقور؟ ما تعرف القرقور. ومثل مثل يعني مثل الكوخ، شفت الكوخ مال الاسكيمو؟ تقريبا نفس الفكره، ولكن من يعني شبكي، فهمت علي؟ يرمونه في البحر وفي له فتحه يدخل منها السمك، بس ما يعرف يطلع، فتحته لبرا اوسع كبير كذي، بتصير مثل الخرطوم، بس السمك اللي يدخل ما يعرف يطلع، يسموه القرقور. وهذا يطرحونه في البحر لايام، ايام بعدين طبعا يحطون عشان يعرفون مكانه، يحطون الدليله يعني الفاية او يسمونه الفلين او شيء هذا، فهمت علي؟ البوها، نسميها البوها. وشو هو؟ الشراع؟ خلاص شو؟ القرقور. واجابتك غير صحيحه. معلش معلش يا دكتور، تعود. القرقور. نعم. السؤال الان عند الشيخ. 44. أربعة؟ 44. 44. سؤال رقم 44، والسؤال يقول، محكمة العدل الدولية متى تأسست؟ 1945، 1948. 1945. 1945. 45. وفي هالعام أيضا 45، يعني ما نعرف صح ولا خطأ، لكن في هالعام صار شيء أيضا، جمهورية مصر العربية انضمت إلى منظمة الأمم المتحدة، صحيح؟ هاي كانت من ضمن المعلومات اللي طرحناها في البرنامج، صحيح؟ حد مر عليها السؤال؟ على منو منكم أنتم؟ إذن 1945، الشيخ علي عبد الدايم، طبعا متأكد دكتور شيخ، متأكد بعد، إذا متأكد بعد وواثق إحنا شو نقول؟ نقدر نقول خطأ؟ نشوف الإضاءة. يستاهل. إذن 1945 إجابة صحيحة. نعم. أستاذ محمد تحسين. 60. رقم 60. السؤال للأخ محمد تحسين محرم من هيئة مطار الشارقة الدولي يقول، فيلسوف وطبيب وفقيه يسميه الأوروبيين بأفاريوس، ابن سينا ولا ابن رشد؟ يبدأ التوقيت. فيلسوف وطبيب وفقيه يسمى عند الأوروبيين أفاريوس. ابن رشد. ابن رشد. 10 ثواني. ابن رشد. أفاريوس. ابن رشد. وانتهى التوقيت.
أفاريوس. قال محمد تحسين محرم إنه هو ابن رشد وليس ابن سينا. شو رأيك يا دكتور؟ دكتور خالد. إحنا دكتور خالد عندنا المرجع نشاورك في كل شيء. عندك رأي؟ إجابتي هترجح. الإجابة؟ هترجح ال. يعني هتعتمد إجابتي؟ شوف هذه المشكلة الدكتور دائما طامع بالنقاط. ما يبغينا نستشيره أبدا ولا ندردش معاه ولا. ليه بخيل يعني يا دكتور؟ لا بالعكس. يعني نسولف بس لازم تعرف كيف التيلة دكتور. لو سمحت شو رأيك تشارك ويانا وتعطينا رأيك؟ يعني أعطيك رأي بس بدم أنت هترجع لي هتعتبر رأيي هو المرجعي؟ لو قلت لك أوكي إجابته صحيحة حتى لو غلط هتعتبرها مرجعي؟ لا إحنا نأخذ رأيك. أبو زايد خبرنا شو الإجابة. نعم دكتور ما عندك إجابة؟ لا ما عندي إجابة. هنا منتظرون. والإجابة صحيحة. شفت؟ ممتاز ممتاز. السؤال الآن الدكتور خالد مقلد. 47 47 و40 رقم 47. السؤال يقول من مدن إمارة الشارقة تشتهر بزراعة الفراولة منذ عام 1980، البطائح، مدينة البطائح أم مدينة الذيب؟ يبدأ العد التنازلي الآن. إيه رأيك؟ شو ذا؟ أكيد عندكم مشاريع. هو أنا المشاريع اللي عندنا والله هي 10 ثواني. فراولة تشتهر بالفراولة، مدينة الذيد أم البطايح؟ 3 ثواني. أختار الزيت. الذيد اللي أعرفه. الذيد. اللوحة يقال كبيرها. يقال بأن هذه الفاكهة أو النبتة هذه جابوها أصلاً من مصر. سبحان الله. تمام. وعولجت بطريقة معينة الآن تطلع في لذتها ألذ من النبتة الأصلية اللي جابوها منها أصلاً. والشركة هذه من سنة 1980 وعلى حسب المواسم تنتج وتصدر. بيسموها فاكهة الحب. فاكهة الحب. ما اسمع. فاكهة الحب. الحب. أها فاكهة الحب. بما أني أحب الكريم كراميل فدائما يحطون لي على الكريم الكراميل. كلامك صحيح. واللوحة إيش كبرها يعني؟ وأنت اللي رايح المنطقة الشرقية شوف اللوحة إيش كبرها للمزرعة هذه. نعم. مدينة الذيد. سؤال الرسائل النصية القصيرة لليوم يقول متى تأسست جمعية المسرحيين بإمارة الشارقة؟ مايو 94 ولا مايو 2؟ والإجابة على 6688. عندنا جائزتين، قيمة كل جائزة 500 درهم مقدمة من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون. وفالكم الفوز. إذن الذيب دكتور. قول الذيب. الذيب إجابته صحيحة. حيه يستاهل دكتور. يستاهل دكتور. الذيب إجابة صحيحة. طلحة إن شاء الله رقم 25. 25. سؤال رقم 25 لطلحة علي من هيئة الشارقة الصحية يقول نشوف السؤال. أداة يحرك بها الجمر في الكوار، المحماس ولا المهباش؟ يبدأ التوقيت. أداة يحرك بها الجمر في الكوار، المحماس ولا المهباش؟ المحماس إن شاء الله. المحماس. المحماس. المحماس ما بتغير؟ لا إن شاء الله نثبت. نثبت؟ نثبت. ثبت على المحماس يحمسون فيه. اي محماس في القهوة. يحمسون فيه القهوة. انت جاوبت يحمسون فيه القهوة. سؤالنا شو يقول؟ في اي قهوة في السؤال؟ حركون الجمر يعني مو بقهوة. حتى الجمر يعني تمسك اليمرة وتحركها وتوديها دائما يمسكونها بالمحماس. بس يكونها بالمحماص ويحرقونها. يحمسونها من المكان ويدون المكان ثاني. يعني حتى يمكن محماس محماه مثلا كانت من النار، النار الحامية مثلا تغيرت مع الأيام صارت محماس.
محمد تحسين عنده رأي ثاني قاعد يهز راسه. مش معاي في التحليل؟ لا أنا بحب التحليل بتاع حضرتك ديت من ساعة تحليلك الكوخ التكويخ. فأنا ابتدي أستخدم الأسلوب بتاعك أنا المهباش. فأنا حللتها إنه اللي بيهبش المهباش. بيهبش الجمر. الفعل مهباش. ممكن تكون المهباش. والتكويخ ما كان مقر أنا ما اقتنعت أصلاً. زي الفعل من مهباش شو؟ الفعل من مهباش هبشة. اللهجة المحلية هبش. هبشة. يعني مسك هبشة. أنا حللتها كده مسك. مسك مهباش يعني مهباش يمسك. يمسك شو؟ طلحة يمسك شو المهباش؟ يمسك كل شيء حتى الجمر. يمسك الجمر. نعم. إجابتك غير صحيحة. محماس هي أداة ل يا دكتور. نعم أنا معك على المهباش. معاي أنت على الخط. أنا في المهباش. محماس هي أداة. حتى نذكر بأن شباب خذوا وقتكم الأسئلة اللي موجودة ما فيها أي نوع من يمكن يسمونها التريك. في أسئلة تجي واضحة إجابتها واضحة من غير بس نفكر فيها شوي يطلع الإجابة. لو حللتها على السريع جي هذا المهباش من هبش هبش يقول لك فلان هبش يعني يمسك أو مد يديك. نعم. تفكر زيها. طيب الحين عند منو الحين الدور؟ عند عادل. نعم. كم سؤال سألناك عادل الآن؟ بس ثلاثة؟ أفا ما أعطيناك حقك عادل. هذا السؤال الرابع الحين؟ نعم. السؤال الرابع. 38. نعم؟ 38. سؤال رقم 38 والسؤال يا طويلين العمر والسلامة يقول قلعة اسمها مارد أو المارد وين تقع؟ المملكة العربية السعودية أم في سلطنة عمان؟ ويبدأ العد. أعتقد في سلطنة عمان. ما سمعك. في سلطنة عمان. سلطنة عمان قلعة يسمونها المارد وموجودة في سلطنة عمان مثل ما قال أخونا عادل. وانتهى الوقت. المارد موجودة في سلطنة عمان مش في المملكة العربية السعودية. ما فيها تحليل. متأكد صحيح؟ لا والله بس تخمين يعني مش ما كنت تقول تخمين كنت تقول إحساس. لا تخمين الحين. مرة تخمين. راح الإحساس. مرة تخمين ما في إحساس. راح الإحساس. راح الإحساس. ليه نجيبه؟ ما ليش؟ أنا أعتقد إنه سلطنة عمان مش يعني فيها قلاع كثيرة. نعم. نعم. بس فيها قلاع وفيها كهوف وفيها أيضا. صحيح. إلا المارد. إلا المارد. مش موجود في سلطنة عمان موجود في المملكة العربية السعودية. هذه القلعة موجودة في المملكة العربية السعودية صحيح شباب اعطونا الإضاءة. موجودة في المملكة العربية السعودية اسمها مارد. معوض يا عادل. نعم. 66 إن شاء الله. 66 رقم زوجي. 66 للدكتور ضياء الدين حامد من دائرة خدمات الاجتماعية يقول أرض شمس منتصف الليل تطلق على إحدى الولايات الأمريكية ألاسكا ولا هاواي؟ يبدأ الوقت. ألاسكا أم هاواي؟ يبدأ الوقت. أرض شمس منتصف الليل ألاسكا. 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 أرض شمس منتصف الليل. وينتهي التوقيت. ألاسكا أرض شمس منتصف الليل. وين تقع ألاسكا؟ أمريكا. لا وين في أمريكا؟ شمال غرب جنوب. أقنعتني صراحة. ما تعرف شو مشهور ألاسكا؟ إحساس نفس عام. ألاسكا تقع في شمال الولايات المتحدة الأمريكية وقريبة على القطب الشمالي. بالتالي ممكن تلاقي هناك شمس في منتصف الليل يعني الساعة 12 بالليل توك بتحط راسك بترقد بس بعدها الدنيا مش مساء فاضطر انك تستخدم العوازل هاي عشان تخفف من ضوء الشمس عشان تعرف تنام بشكل طبيعي. بالتالي الإجابة
ممكن حسب التحليل. يعني ممكن 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 لا وممكن لا. يعني ما تصدقني يا دكتور؟ صدق صدقني يعني؟ أقنعتك؟ عرفت مقنعني. شفت إني قادر أقنعك أنا؟ نعم. خطأ. الإجابة صحيحة. هذيك خطأ. هواي خطأ. هو أشر على هواي. أنت أشرت على هواي. هذا خطأ. أنا أشرت على. من المرات القليلة اللي حضرتك بتبقى فيها مقنع. نعم. من المرات القليلة اللي بتبقى مقنع في تحليلك. شفت كيف؟ أنا أعطيت الإجابة قبل ما يقول. أعطيت الإجابة قبل ما يقول. أشرت عبد الله أشرت على هواي. قلت لك خطأ. هو فكر إجابته خطأ. يلا نختار رقم نقول دور. يلا تفضل. شيخ. شيخ علي تفضل. نسأل دور الشيخ. اطلب رقم يا شيخ. 40. 40. سؤال. سؤال رقم 40 والسؤال يقول شوفوا شباب أنثى الضب تسمى ماذا؟ الحسل أم المكون؟ أنثى الضب صراحة محتار بين الاثنين والله. هو لازم تحتار. الضب ناكله ما نعرف شو اسم أنثاه. الحسل انتهى الوقت الحسل. شو تقولون شباب؟ ان شاء الله تكون الإجابة زي الحسن. البتر ان شاء الله. والإجابة شو الحسل اصلا؟ حد سامع عن الحسل؟ وانت الضب الحسل. سؤال الرسائل النصيه القصيره زي اي الرسائل النصيه القصيره. سؤال الرسائل النصيه القصيره لليوم يقول متى تاسست جمعيه المسرحيين باماره الشارقه؟ مايو 94 ولا مايو 2000؟ والاجابه على 6-6-8-8. جائزتين قيمه كل جائزه 500 درهم مقدمه من هيئه الشارقه للاذاعه والتلفزيون وفالكم الفوز. شباب حد يعرف يعني الحسن؟ بشرنا نعم؟ بشرنا. بشرك إن شاء الله. شو الحسل شاب؟ والله الحسل دوت الأطفال الصغيرة بيقولوا على العسل الحسل ومظهرين. فإن يعني ده التحليل الوحيد المنطقي طبقا للتحليل اللي احنا نحللها يعني. تحليلنا ولا تحليلكم؟ لا تحليلك انت. أنا خاصة أن السؤال ما يقول من اللي يلفظ هالاسم، هل هو طفل ولا بالغ ولا لا المكون لازم في تحديد. لازم نجود. لازم المكون يصلح اسم أنثى، لكن سبحان الله العظيم الحسن المكون يصلح اسم أنثى، لكن ما سمعت عنه في أسماء الحيوانات أبدا. عاد أنت لو يالك سؤال شو اسمه أنثى النسر شو بتسأل؟ الإجابة للأسف غير صحيحة. نعم أي الإجابة الصحيحة هو المكون. نعم وما مشكلة. دور عند الأستاذ محمد تحسين من هيئة مطار الشرق الدولي. إن شاء الله يكون سؤال زي العسل. كم؟ إن شاء الله. يكون حسن السؤال. يكون عسل إن شاء الله. كم رقم السؤال؟ 37 إن شاء الله. 37 والسؤال الأخ محمد تحسين محرم من هيئة مطار الشارقة الدولي يقول موسيقي روسي شهير ومن مؤلفات سيمفونية شهرزاد ريمسكي كورساكوف ولا بيتر تشايكوفسكي؟ يبدأ التوقيت. كورساكوف ولا تشايكوفسكي من مؤلفاته سيمفونية شهرزاد. كورساكوف ولا تشايكوفسكي وثمان ثواني. أربعة. كورساكوف شهرزاد ألفها كورساكوف. بعد هذا الإجابة بعد ما في يعني تشايكوفسكي ما له علاقة في شهرزاد أبدا. هو الموسيقي الروسي الشهير اللي ألف سيمفونية شهرزاد كورساكوف. إجابتك صحيحة. هاي سؤال رقم 6. سؤال رقم 6. سؤال رقم 6
يقول جراد الحقل. ممكن غير الرقم؟ جراد الحقل كلنا نعرفه. دم لون دم جراد الحقل. لا تقولون ما تعرفون أسهل منه ما في. هل هو اللون الأبيض أم اللون الوردي؟ جراد الحقل. الله ينصيب. 15 ثانية. خلينا لآخر الثانية. يمكن ربنا يلهمنا بال. هو جراد الحقل ده أصلاً ده حيوان ولا؟ جراد. حشرة. حشرة. خمس ثواني. وردي. لا. فاضي وردي. 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 أنا قلت على كلامك إنه حشرة. فإذا ما طلعش حشرة يبقى نعيد السؤال تاني. جراد جراد الحقل لون دم جراد الحقل وردي. فالو بالمنطقة أصلاً الجراد أصلاً مسالم ما يؤذي حد، فمن الطبيعي جداً دم يكون وردي. شو يكون دم أسود وهو مو مؤذي؟ أبداً ما يؤذي حد الجراد، ما يأكل الزرع الجراد. ويتغدى على الخضرة، يتغدى على كذا، فيعني أموره كلها وردية يعني. فيجيتيريان. هي نعم. يبقى يأكل أخضر، يبقى المفروض يبقى أخضر. وتهو يأكل أخضر لكن عقب الأخضر بعد يشرب عليه ما يشرب كذا يتغير اللون. لا خلاص ربنا يدل الصح. يبقى وردي بعدين. وردي. صحيح؟ لون دم الجراد أو جراد الحقل وردي. ايه خلاص نغير السؤال وانتم مش عارفين نغير بعد ايه يا دكتور بعد ايه بالضبط بس طولت في الرد اكيد ما ها هو اللون اللون ابيض والله انا بتمنى ان اجابتك تكون ورديه يعني نعم والله ان شاء الله مش الاجابه تكون ورديه وصح جراد الحقل لونه لون دمه ابيض معك معك ما فيش بمبي يا دكتور بمبي وين؟ ما فيش بمبي ما في أبيض ولا وردي أبيض يلا معلش تعوض والسؤال الحين عند الأخ طلحة 33 إن شاء الله هذا السؤال رقم كم لك الحين طلحة؟ الرابع نعم ما أعرف الكنترول بس التوقيت نعم 10 دقائق نزيل نشوف السؤال للأخ طلحة شي يقول حيوان يستطيع رؤية الأشعة فوق البنفسجية النحل أم العقرب ويبدأ التوقيت يميز الأشعة فوق البنفسجية النحل ولا العقرب إن شاء الله النحل 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 5 ثواني حيوان يستطيع رؤية الأشعة فوق البنفسجية والنحل فضلت الشيخ قلت سمعتك تقول حاجة كذا النحل يقف صحيح النحل يشوف الأشعة فوق البنفسجية نعم لكن العقرب لا ها؟ أظن ذلك يعني وصل بالمنطق لأنه يطير فيشوف بالضبط. فوق البنفسجية لو تحت البنفسجية العقرب تحت صح تحت البنفسجية تحت صح لأن العقرب أحيانا ممكن الأرض العقرب تحت أشجار تحد من النظر وال... تحليل المنطقي تحليل المنطقي شو رايك في التحليل احنا غلبنا في التحليل المنطقي صراحه تحليل منطقي براءه من الله مش هحلل تاني بالتالي بالتالي النحل يطير وطلحه طار بالاجابه نشوف الاجابه صحيح عيب استاذ ممتاز الحين فيما تبقى من الوقت عندنا 10 دقائق بنسأل أيضا سؤال نعم. لكل متسابق نعم. معنا فبالتالي بيكون مجموعة الأسئلة تسأل 5 أسئلة لكل شخص تمام ولكن على عجالة بسيطة سيد عادل العمودي اختار رقم 48 48 رقم 48 وسؤال رقم 48 يقول منظمة الأغذية والزراعة الفاو في أي مدينة توجد وجود المقر في روما في إيطاليا أم في جنيف سويسرا ويبدأ العدد التنازل لا في روما أم في جنيف سويسرا يبدأ العدد التنازل ما بتغير رأيك لا متأكد متأكد
حتى لو نعطيك 200 درهم ما بتغير. 300. الإجابة صحيحة. حيي استاذ ممتاز. عند 18 ان شاء الله. 18 18. السؤال رقم 18 للدكتور ضياء من هيئة من دائرة الخدمات الاجتماعية. سؤال يقول، شوف السؤال، سؤال الدكتور ضياء: داعية إسلامي معاصر مؤلف كتاب آيات الله في الإنسان، خالد محمد خالد ولا محمد راتب النابلسي؟ ويبدأ التوقيت. داعية إسلامي معاصر ألف كتاب آيات الله في الإنسان، دكتور خالد محمد خالد ولا محمد راتب النابلسي؟ خالد محمد خالد. خالد محمد خالد. خالد محمد خالد. وانتهى التوقيت. مؤلف كتاب آيات الله في الإنسان هو محمد راتب النابلسي، وإجابته غير صحيحة. معي نحيي معي. زين الآن السؤال للشيخ. اختار 21. نعم 21. رقم 21 عادي مأخوذ. 21 غير 19. سؤال رقم 19، والسؤال يقول: كم عدد عظام الجمجمة عند الشخص البالغ؟ 22 ولا 17 عظمة؟ ويبدأ العد التنازلي الآن. عظام الجمجمة 22 عظمة أم 17 عظمة؟ 22. 22 نثبت. شكلها خطأ. نثبت. ثبت. يلا توكل على الله نثبت. الإجابة صحيحة. توكل على الله. الإجابة صحيحة. توكل على الله شيخ. زين ممتاز. الأخ محمد. 27 جون. 27. سؤال رقم 27 للأخ محمد تحسين من هيئة مطار الشارقة الدولي يقول: أنا زين مكان هني ورا عادل شوية أشوف، أما إذا وقفت ورا فضيلة الشيخ ما أقدر أشوف. المشموم باللهجة المحلية هو حب الهيل ولا الريحان؟ ويبدأ التوقيت. المشموم باللهجة المحلية حب الهيل ولا الريحان؟ المحلية الإماراتية يعني. الريحان. الريحان إن شاء الله. الريحان. وباقي 4 ثواني وانتهى التوقيت. الريحان مش الحبهان ولا المستكر. يا سلام على الحبهان والمستكر لما يجوا مع بعض كده في قلب بعضهم. المشموم باللهجة المحلية ريحان. ريحان ريحته طيبة، فمن مشموم يشم، لكن تجيب هيل مثلا وتشم يعني ما انه في ريحه يعني. يعني برغم انه في ريحه بس يعني ما في واحد يمسك الهيل شي قاعد يشمه مثلا. يعني الهيل ممكن يحطه تحت ضرسه مثلا. جدا جدا جميل. تمام. في ناس فعلا يتولعون حب الهيل يحطونه تحت اسنانهم. نعم انا اقول والاجابه صحيحه. اجابتك ريحان اخضر، دربك خضر. دكتور خالد تفضل. 68. 68. سؤال رقم 68. سؤال رقم 68 يقول: متى تم افتتاح بيت الخط الواقع في بيت حمد المدفع بمنطقة قلب الشارقة؟ 2002 أم 2012؟ ستة عشر، عشر ثواني. 2002. 2002. انثبت دكتور خاص. انثبت. 2002. ممتاز. سبحان الله لما بدينا بالعشرين ثانية كانت العشرين 2-0 فيها من الرقم 2000. لما وصلت 12 ثانية كان فيها من 12.
لما فيها ثانيتين كان فيها من 2002 سبحان الله يعني اخذت كل الارقام. اصلا ممكن يكون تم افتتاحه ونقله افتتاحه مثلا 2002 ونقله في المنطقه دي في 2012 فالاثنين صح مثلا عشان نتكلم عن الافتتاح. نشوف الاضاءه شباب. الإجابة صحيحة. ممتاز دكتور. وآخر سؤال عند الأخ طلحة رقم 12 إن شاء الله. رقم 12. السؤال للأخ طلحة علي من هيئة الشارقة الصحية يقول: ما هو المارموزيت؟ نوع من القردة ولا نوع من الغزلان؟ يبدأ التوقيت. المارموزيت من القردة ولا من الغزلان؟ والإجابة عندك يا طلحة. وخمس ثواني نجاوب. نوع من الغزلان. من الغزلان. المارموزيت نوع من الغزلان. وإجابتك غير صحيحة. هل في المارموزيت اللي هم نوع من القرود هذه الصغيرة اللي أحيانا تشوفهم على الصدع هذه يسمونهم المارموزيت؟ إذن إحنا استوفينا الأسئلة كل الأسئلة استوفيت كل واحد خمس أسئلة سألناه للإخوة اللي موجودين ونذكر أخوي عبد الله ونجاوب نجاوب على سؤال رسائل نصية القصيرة وسؤالنا كان اليوم متى تأسست جمعية المسرحيين بإمارة الشارقة في العام 94 أو العام 2000 والإجابة الصحيحة هي في مايو 1994 وبانتظار أسماء الفائزين إن شاء الله في الفقرة الأخيرة. محمد إذن وصلنا وياكم حاليا إلى ختام الفقرة وإعلان النتائج بعد الفاصل ابقوا معنا. ومستمعينا ومشاهدينا الكرام نرحب بكم مجددا في الفقرة الأخيرة وإعلان النتائج، ولكن قبل إعلان النتائج بنعلن عن أسماء الفائزين في مسابقة الرسائل النصية القصيرة لليوم. والفائزين معانا اليوم فاطمة عبد الله المازمي، فاطمة عبد الله المازمي وحنين أحمد عبد الغفار. حنين أحمد عبد الغفار أقول لهم ألف ألف مبروك، حظ أوفر للي ما فازوا معانا اليوم. نعم، وصلنا أيضا إلى النقاط أو جمع النقاط وإعلان النتائج النهائية في حلقتنا هذا اليوم بالنسبة لضيوفنا الكرام اللي كانوا موجودين معنا من منتسبي الدوائر والهيئات التابعة لحكومة الشارقة. الأستاذ محمد تحسين محرم حصل على 39 نقطة. أيه. دكتور ضياء الدين حامد حصل على 28 نقطة. الأستاذ طلحة علي سعيد حصل على 6 نقاط. الأستاذ عادل محمد العمودي 39 نقطة. الأستاذ علي محمد الشيخ علي محمد عبد الدايم حصل على 28 نقطة. الدكتور خالد مقلد حصل على 28 نقطة أيضا. حيوم. نعم. إذن نشكر كل من حضر وساهم في حلقتنا لهذا اليوم وأيضا في يوم غد إن شاء الله تكملة لمباريات النخبة وأيضا ضيوف ومتسابقين جدد. نلقاكم غدا إن شاء الله.